السلام عليكم أعزائي المشاهدين. في العامين الأخيرين شهدنا طفرة ملموسة في زيادة الأعمال الإنشائية وسرعة تنفيذها، ورغم التحديات لم يتوقف سير تنفيذ المشاريع ولم يتأثر، وذلك يرجع لانتعاش قطاع الصناعة وزيادة المصنعين القطريين. تدرون أن تم تأهيل 112 مصنع قطري واعتماد 160 منتج محلي الصنع؟ ولكن إيش مواد البناء الأساسية والضرورية لاستكمال المشاريع والتي يتم تصنيعها بجودة عالية هنا في قطر؟ تعالوا معنا نشوف كيف تصير. مهندس سعد، إيش المواد التي تورد للمشاريع؟ طبعاً تتضمن مواد البناء التي تعتمدها هيئة الأشغال العامة ما بين أنابيب الصف الصحي وأعمدة الإنارة والإضاءة ومواد الرسم واللوحات الإرشادية. وفي قطاع المباني يتم الاعتماد على المواد المحلية التي يتم إنتاجها في دولة قطر في أعمال الكهرباء والميكانيكا والتشطيبات الداخلية وأنظمة الحريق، كما أن تم اعتماد مصانع محلية مختصة في الأسفلت والأسمنت والقابل. أعزائي المشاهدين، تدرون أن خلال العام الماضي تم استخدام أكثر من 22 مليون طن من الأسفلت وأكثر من 4 مليون طن من الخرسانة، وهذا فقط في عدد من المشاريع. تدرون أن تم توريد حوالي 60% من مواد تنفيذ مشروع محور صباح الأحمد محلياً؟ وسؤالنا لليوم، متى أطلقت مبادرة تأهيل صغار المقاولين المحليين واعتماد الموردين والمصنعين القطريين؟